اذكر شيئا تقوم به قبل النوم. الإجابة يمك يا حسام. اشرب مي. شرب الماء. شرب الماء قبل النوم صح. خلي نشوف شرب الماء. ست سبانة. تصفح الإنترنت. تصف. يا سلام. حتى واحد يخفر اسم. اي والله صدق. حتى يتعب. حتى دماغه يثقل. تصفح الإنترنت. شفتي؟ وثاني افضل احتمال. اذا استاذ حسام تفضل روح يم سيده مروه. يلا الفاضلي. يلا الفاضلي. نعم. استاذ غالب. نعم. جاوبني على هذا السؤال اللي يقول اذكر شيئا تقوم به قبل النوم. تفريش الاسنان وملابس. خلاص 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 خلاص. هو سؤال واحد جواب واحد. تفريش الاسنان تنظيف الاسنان. خلينا نشوف. فاضلي علي جاوبني اذكر شيئا تقوم به قبل النوم. الاستحمام. الاستحمام رائع رائع. الاستحمام. نعم نعم. الاستحمام. نور. نعم. انت جاوبينا. تغيير الملابس. تغيير الملابس. خلينا نشوف تغيير الملابس. خطأ. ست سفانة. نعم. اذكري شيئا تقومين به قبل النوم. المطالعة. أهم من حتى الدخين؟ اي. خلينا نشوف. القراءة. نعم. هاشنو علي. هاشنو علي واقول لكم مدير اقدم. استاذ غالب. نعم. ايضا جاوبني باقي احتمالين للفعل الذي تقوم به أو الشيء الذي تقوم به قبل النوم. قبل النوم يجب أن لا تكون المعدة فارغة حتى لا تصير آلام. يجب أن لا تكون المعدة فارغة تماما. ما أدري شو تسوي. يعني أكل بسيط أكل خفيف. تأكل يعني أكل. الأكل. نعم الأكل الخفيف حتى ما تكون معدة فارغة. لا تشرح لي. لا تشرح لي. لا الأكل يعني تعتقد الأكل. نعم الأكل يعني شوي أكل. أكل. ها؟ نعم. الأكل. خطأ. الأكل سيء قبل النوم يروح. هذه اللي أنت متعود يعني إحنا متعودين بس يعني ممكن تأكل شوية جبنة شاي بس مو أكل. لا لا مو هذا الاستبيان. مو كل الناس قالت الأكل لأنه الأكل معروف غير صحي غير جيد. القراءة والإنترنت. إيه باقي احتمالين مو انطيته. هو باقي احتمالين. علي أنت شو تقول؟ إطفاء الإنارة. إطفاء النور قبل النوم. يطفي النور.